اس عشق میں مر جاوا. لازم نخيط الجرح مرة تانية، بس لحد هلأ عم تحارب الموت. هي متعرضة لإصابة كتير كبيرة ووضع خطير. لو كان أي حدا تاني بمكانها كان مات من زمان وما تحمل. خلص روق حبيبي ديب، انت لأنت رح تضل مزعوج هيك. ما بيصير تزعج حالك وتعمل هيك كرمال شخص ما بيستاهل هالشي. لحد هلأ ما عم بفهم كيف قدرت تعمل هيك بحالك، تسرق أحلام الشخص اللي كان بيحبها. ما فكرت شو اللي ممكن يصير فيه وكيف رح يعيش بعد ما خسر حب حياته وابنه كمان. هي بسبب الكره الكبير والعناد الموجود عندها قتلت حالها وبدون تفكير. ومو بس هيك، هي كمان قتلت ابنها معه وخلتك تدخل بهالحالة البشعة والصعبة. لسه ما شفنا جثتها لحد هلا ولا رح تشوفها، لأنه تحت هداك الجرف انرمت حالها منه في غابي ديب، لهيك صعب كتير نلاقي جثتها. شو اللي صار له؟ ليش سكت هيك فجأة؟ مثل كأنه ما تأثر بيموت أروهي أبداً ولا عناله هذا الموضوع. هذا الشيء كتير منيح بالنسبة لإلنا، بهالحالة بتساعدنا نحقق أهدافنا. ديب ذكي كتير واللي دائماً بيفكر لقدام، ونحن كتير بنقدر نعتمد عليه بهذا الشيء. أروهي يلي شوشت تفكير ديب راحت من حياته ومن دون رجعة، وهلأ رح تمشي كل الأمور مثل ما خططت لها بالضبط. ديب وتارا وحتى فيراد كمان بعرف شو أعمل لخليهم ينفذوا اللي بديها. أنا بعرف إني خنت ثقتك فيني أكثر من مرة، رجاءً قابليني لآخر مرة، بدي إياكي تسمعيني أروهي بترجاكي. ديب اترك إيدي، عم قلك اترك إيدي ديب. لا تتحركي، بابا قال لازم ترتاحي وتضلي متسطحة، خلص ارتاحي. ابني. لا لا تتحركي اختي، خليكي نايمه ارتاحي والا رح ترجعي تنزفي مره ثانيه. صار صعب علي كثير سيطر عليها، لازم اتصل فيه هلا. ابني. اخي اخي. Somewhere,
كلامي ابدا. انت لازم تيجي بسرعه. ابني انا لازم اروح، لازم اروح وانتقل. انا ابني بدي ابني، ما بعرف ابني منيح. رجعت عم تنزف، القطب انفتحت، لازم نخيط الجرح مرة تانية. هي أكيد رح تعيش مو؟ ما حدا بيقدر يعرف ليه جسمها هيك. هي متعرضة لإصابة كتير كبيرة ووضع خطير، بس لحد هلأ عم تحارب الموت. لو كان أي حدا تاني بمكانها كان مات من زمان وما تحمل. هي ما بصير تموت هلأ أبدا، لسه رح تعيش، لسه في قدامها وقت كتير طويل. ايه استاذ سنغانيا، رح تمشي الامور بتفاصيلها مثل ما شرح لك فريقي بالضبط. ما لازم تخاف، رح اجي لعندك بعد ساعة وقابلك. طيب شو اللي صار؟ ليش مبين انك مستعجل كتير؟ انا تركت ملف سنغانيا هون وهلا ما عم اقدر لاقيه هون ابدا. تعرفي وين اختفى الملف؟ ارتاح انت، هلا لازم تريح حالك، ما لازم تتوتر هيك لاي سبب. فيرات عم يحضر حاله لمقابله سنغانيا، لهيك لا تفكر بهذا الموضوع، وهذا الملف موجود معه. انت بس ارتاح. انا ماني بحاجه لارتاح ابدا، انا منيح كتير، ولا تعامليني بهي الطريقه مثل كانه صار معي شيء عظيم وانا هلا تعبان. وخبري لفيرات اني رح روح كمان على الاجتماع مع سنغانيا. اكيد انت ما صار معك مشكله كبيره ديب، لأنه بالحقيقة كانت آروهي هي المشكلة بحياتنا كلنا، وخربت حياتنا كلنا وفرقتنا عن بعض كمان. بس هلأ آروهي ما بقى موجودة، معناها ليش نحن ما منرجع لبعض مثل ما كنا من قبل ونعيش سوا، نعيش لآخر العمر بس أنا وإنت. في درس بتعلمنا إياه الحياة، الشيء اللي بالماضي لازم يضل بالماضي وما نفكر فيه أبدا. في شيء مهم لازم نعرفه اسمه التقدم بالحياة، وهذا اللي عم أعمله حاليا. لهيك قولي لفيرات يعطيني ملف سنغانيا وما يخليه موجود معه مشان أعرف شو أعمل بالصفقة اللي رايح حتى ناقشها معه. زمان فايدة بغيبوبة ومو كأني عايشة. أنقذوا حياتي، بس ابني أنا يا ترى كيف هلا؟ أنا كأني شفتك من قبل.
أنت يلي أنقذت لي حياتي مو هيك؟ هذا أنت اللي ضمدت لي جروحي مظبوط؟ جاوبني لو سمحت، إمتى جبتوني لهون؟ ومين اللي جابني؟ ومن شان ابني اللي كيف حالته ابني؟ أنت ليش ساكت هيك؟ ليش ساكت وما عم تجاوبني على كل أسئلتي؟ الشخص اللي عالجني من جروحي وساعدني لحتى أشفى أكيد بيعرف كيف هو وضعه لابني، أكيد بيكون ابني بخير مزبوط؟ أنا عم بسألك جاوبني على أسئلتي وقلي كيف حالته ابني، ليش ساكت هيك؟ ابني أنا أكيد منيح مزبوط؟ للأسف أنت خسرتي ابنك يا بنتي. معقول أنا بكون خسرت ابني؟ أنا بدي ابني، مستحيل يصير هذا الشيء معي، ابني راح مني، ما بيصير ابني يروح هيك، أنا بدي ابني يرجع لي. أنا خسرت ابني على طول. حرمك يا ديب، انت قتلت لي ابني وحرمتني منه ديب. بدي ابني، قولوا لي وين راح ابني. بنتي انت مو منيحه ابدا، نحن كلنا زعلانين كثير على اللي صار معك، وهلا انت لازم تسيطري على حالك وتهدي. انا راح قتلك يا ديب وانتقم منك لانك خليت ابني يروح مني وحرمتني اياه. أرحمك أبداً يا دي، ورح أقتلك مثل ما قتلته. أروهي ديب، شو اللي صار معك؟ ليش هيك خايف عم تصرخ؟ بصراحة أنا حاسس إنه أروهي عايشة. اسمعني أروهي، ماتت وشبعت موت، هذا الشيء كله أوهام ديب، ما له أي أساس. فكر بالموضوع، مين ممكن ينجى بعد ما يكون وقع من ارتفاع كبير لهالدرجة وبهيك مكان؟ هالشي مستحيل يا ديب، أكيد ماتت. ديب وقف، لوين رايح؟ أنا بدي أجي معك كمان. أنت خليكي هون وما تيجي معي أبداً. أنا عم حذرك وانتبهي منيح، ديري بالك تلحقيني على أي مكان. أروهي روح والحقه وانتبه منيح، ما لازم يعرف بهالشيء ابدا.
أنا هون. أنا قصدي من كم يوم كنت غايبة عن الوعي. كمان مين اللي أنقذ حياتي؟ ومين اللي جابني لهون؟ شكراً لكل شيء عملتوا لي. أنا ما رح أنسى لكم هذا المعروف. هو حتى ما عم يطلع علي ولا عم يرد على كلامي. بلكي ما عم يفهم حكي وعندهم لغة تانية لهيك ما عم يرد. اسمعني، وين اختفى صوتك فجأة؟ أنا بظن إنه هاي لغتهم الأصلية اللي بيحكوا فيها. عم تحكي بلغة الإشارة؟ أنا مالي أطرش. ساكت وما بتحكي شيء، بس أنا قدرت أعرف عنك شغلة من الناس الموجودين حواليك. أنت عايش بالمدينة، معناها أنت ليش بتجي وبتضل بالغابة هون؟ هالمكان ما له غابة، مدينة بتكون هي الغابة اللي بتعيش فيها وحوش خطيرة. الحيوانات هون بتصطاد وقت بتكون جوعانة، بس ما حدا بيعرف ايمتى بتقتل وحوش المدينة. السلام هون موجود، بس ما بقدر ضيع وقتي وضل هون. لسه في شغلات أنا لازم أعملها، لازم أرجع بأسرع وقت. بدي صفي حساباتي مع ناس أزوني كتير. أنا قابلت الكل بالضيعة وشكرتهم لأنهم اعتنوا فيني وساعدوني لأتعافى وأقدر كفي حياتي من جديد. وهلأ أنا أجيت لحتى أشكرك على كل شيء. عن جد شكراً كثير لأنك أنقذت لي حياتي وما تركتني موت. أنا لازم أروح. لوين رايحة؟ رايحة لعند الشخص اللي سرق ابني مني وحرمني. بس يا بنتي، أنت لساتك لحد هلأ ضعيفة، وجروحك كمان لسه ما تعافت تماماً وبحاجة عيني. خليها تروح، شكلها مستعجلة. روحي، ما حد رح يوقفك. ما رح ارتاح لحتى لاقيك يا أروهي، رح ادور عليك بكل مكان. كان هو أهم سبب بالنسبة لإني لحتى أعيش كرماله، بس هلأ ابني انسرق مني ونقتل. ما رح ضل عم ببكي. الناس اللي سرقوا ابني مني لازم يبكوا دم ويدفعوا ثمن غالي. هذا ديب،
ليش حاسس انه أروهي بشي مكان قريب من هون؟ أروهي، هذا صوت أروهي. أنا كتير ضعيفة هلأ، إذا مسكني ديب أكيد رح يحاول يقتلني مرة تانية، وبجوز ما أقدر أهرب منه. بس يا ديب رح نتواجه عن قريب كتير بوعدك. كل مرة بتنفذ مني، بس رح أعمل المستحيل لأوصل لك مهما كان الثمن. وقتها ما رح أرحمك أبدا، لأنه حسابك معي لسه ما خلص لهلأ. أروهي، بعتقد هذا مو باب بيتك، حتى تفوت هيك بدون ما ندق الباب. طول بالك شوي، أنا ما بدي فوت على بيت أي حدا. كنت عم دور على شخص وبعتقد أنه هذا الشخص جوا، لهيك ما بيهمني إذا ضربتني بسهامك. أنت ما رح تقدر تمنعني لأي وأخدها. معناها أنت بتعرف كمان تستخدم الأسلحة. بصراحة ما كنت بفكر حدا مثلك لابس بدله عنده هيك مهارات. هذا كان شيء كتير بسيط، لسه في كتير شغلات وقصص ما بتعرف عنه. أنا ما بستخدم السلاح إلا وقت أضطر وأحتاجه. هلأ من بعد إذنك اتركني أمشي، لأنه عندي شغل ضروري كتير لازم كفيه. ولو سمحت ما في داعي توقف بطريقة مرة تانية بهالشكل. وقف قبل ما تكفي، لازم تواجهني بالساحة. Thank you.
شو بتعرف عن فن استخدام السيف؟ أنا ما أجيت لهون لأعرض مواهبي، أنا أجيت لدور على شخص وبدي أعرف مين متخبي بالكوخ هنيك. بس لازم تعرف إنه نحن أهل الريف، ما عم نحب أبدا إنه حدا يشوف نسواننا. بس إذا كان الشخص اللي عم دور عليه موجود هون، وقتها لو مهما حاولت ما رح تقدر تنقذها مني أو تهربها. رح نعتبر اللي صار اليوم اختبار. برأيي المرة الجاية تعال وانت متدرب أكتر، وقالي رح تشوف الدم عم يطلع منه. مو خايف ولا فارق معي اني شوف الدم عم يطلع، بغض النظر اذا كان دمي او دم اعدائي. انا اجيت لهون لحتى اعرف اذا في مرة اجت لهون من المدينة مصابة ومجروحة. انت شفتها او بتعرف اي شي عنها؟ ايه، في وحدة اجت حالتها كانت كتير سيئة، وهلأ ما بعرف لوين راحت ولا سألت. معناها أروهي لساتها عايشة؟ أكيد لسه عايشة. طيب هي كانت حامل، تعرف شو صار بابنها؟ بسبب جروحها وإصابتها ابنها مات وما قدرنا ننقذها. أنا متأكد رح يرجع يجي. ديب، أنت إجيت لهون حتى تعرف إذا الشخص اللي بدك تقتله مات، ولاحقني لأنه ما كفاك كل شي عملته معي. مشي الحال، خليكي هاي الفترة، بعدين فيك تروحي. الشخص اللي عم تتخبي منه مو من السهل تواجهي. أخيرا شفت حدا ممكن ينافسني ويوقف قدامي بعد كل هالسنين، وانت بتكوني غبية إذا بتفكري تحاربي. هالشي معناه ما في حدا ممكن يحاربه غيرك انت، والطريقة هي انه ما لازم تخاف وتواجه اي شي بيطلع بطريقة. او فيك تعلمني هالمهارات وتعلمني طريقة المحاربة اللي عندك، لأني حابة أتعلمها. بقى لو سمحت ممكن تعلمني؟ حبيبتي اشربي هاي. الجروح السطحية أكيد رح تطيب، بس هالجروح العميقة اللي صابتك لأنك وقعتي بمكان عالي وأجهضتي لسه ما تحسنت، وممكن تاخد شوية وقت، لهيك أنت لازم تنتبهي وتديري بالك منيح. طيب بابا ما قلت لي قديش بدي وقت حتى أتعافى، حتى فيني أتعلم فن القتال؟ فهمي علي، ممكن يطيب جسمك وترجعي مثل ما كنتي بالأول، بس لازم تعرفي هالشي ما راح يساعدك كتير، وضروري الشخص يكون بصحة عقلية حتى يقدر يتعلم هالمهارات القتالية. هلا أنت ما لازم تفكري بكل قصص القتال هاي، فكري بصحتك وكيف راح تتعافي. يا قدير أنا ما معي وقت كتير، لازم أعمل شي بعد وقت قصير. أنا من الأول عم واجه كل أعدائي بعقلي، بس ما استخدمت القوة أبدا. بس هلأ أنا بدي أكون قوية بعقلي وجسمي، وبدي استخدم كل طاقاتي الموجودة، وإلا الهدف اللي أنا عايشة من شانه ما رح يتحقق أبدا. فهمان، بدك تنتقمي من ديب. أنت كيف تعرفه لهالاسم؟ أنت ذكرتي اسمه كتير وقت كنتي بغيبوبة. نصيحة مني، شيلي مشاعر الانتقام من جواتك. الناس اللي بتسعى للانتقام بينتهوا بسرعة. أنا ما بيهمني هالشي، بعرف إنه لازم عاقب كل الأشخاص اللي غلطوا معي وأذوني، وبدي انتقم منهم لو شو ما كلفني هالشي. اليوم رح أحكي لك قصة البنت اللي ما صار معها بحياتها إلا الشغلات البشعة، ويلي الكل كان عم يتلاعب بحياتها. أنا كل مرة بقرر إني حب حدا بيخوني، وبدال ما عاقب العالم اللي غلطوا معي بسامحهم.
لسه ما شفت جثة آروهي، بس صار عندي دليل واضح إنه هي لساتها عايشة، وأنا رح أتأكد إنه ما يصير لأي شيء لحتى نصفي كل حساباتنا. أنا واقفة هون بعد ما كتير ناس خانوني وضحكوا علي، وأكيد في سبب، وأنت عم تطلب مني إني ما أنتقم. بس عن جد هالمرة الوضع مختلف كتير. الأم اللي خسرت ابنها هي اللي رح تنتقم لأنه ما ضل عندها شي تخسره. هالمرة مو انتقام البنت اللي خانوها وغدروها الناس اللي بتحبهم. عن جد بترجاك تساعدني وتعلمني. أنت إذا علمتني فنون القتال وكيف أصبر، تأكد ما ممكن أنسى معروفك هذا أبداً طول ما أنا عايشة وعم تنفس. بس لازم انتقم منه، ساعدني. طيب خلينا نشوف قديشك جاهزة لتتعلم. يلا روحي وقفي هنيك. انت رح توقفي على رجل وحده وما حدا رح يساعدك، وما بصير تتحركي لحتى قلك انا. انت ما فيك توقفي وبدك تنتقمي. لوين رايح؟ فيك تفهميني مين انتي لحتى تسأليني هيك سؤال؟ الظاهر من طريقة حكيك انك مفكرة حالك صاحبة هذا البيت ونسيتي انا مين بكون؟ يعني انت مفكر فيك تعاملني مثل الخدامة وقت اللي بدك ولازم قلك حاضر سيدي؟ وتعطيني أوامر وأنا نفذهم. لا تنسي أنا دفعت لك مصاري مشان اللي قلتيه، ودفعت لك مصاري أكتر من اللي طلبتيه، وهالشي بس مشان تشتغلي عندي وتنفذيلي كل أوامري. الإنسان بيقدر يعمل اللي بده إياه، بس لازم يتذكر شغله إنه ما يتجاوز حدوده. لا تنسي يا موسي إنه هالبيت بيتي أنا، وإني ممكن بلحظة كبك برا البيت وقت اللي رح تزعجيني. بتمنى تفهمي هالشي كتير منيح، ولا تنسيه. لحقته لديب مو هيك؟ ايه بس مو كل الوقت. الغابة كانت كتير كثيفة وبتضيع، ومستحيل اني الحقه بدون ما يحس. بقى ضيعته. انا لازم فهمه لديب، شو ما كان اللي بده اياه ما رح يصير ابدا، ولازم يعرف انه امنيته ما رح تتحقق. انت بشو عم تفكري؟ ما بهم الشيء اللي لازم اعمله، بس كتير مهم انه اقدر سيطر على ديب، لانه هو بيلعب الالعاب بقوانينه وبطريقته اللي بيحددها. بس لازم نخليه يعرف انه في حدا ممكن يلعب اللعبة أحسن منه، وبكرة بشوف. أخي هالبنت واقفة من الصبح، خليها ترتاح شوي. لا خليها واقفة، مو مستعجلة. يا ابني هالبنت لساتها كتير ضعيفة، ما رح تتحمل هالشي. ما في بقلبك رحمة، روحوا قلها ترتاح، رح تموت لك كيف صار شكلها. هي اللي بدها تنتقم مو أنا، والانتقام ما له سهل أبدا. لازم نخلي جروحنا مصدر قوتنا. ابني انت ما فيك تنسى اللي صار، انسى كل اللي حكيته وخليها ترتاح. ما حدا يعطيها مي، حتى إذا شفتوها وقعت ما حدا يقرب ويساعدها.
بدي أسألك شو صار بالصفقة مع سنجانيا يلي عم تشتغل عليها؟ ما صار أي شيء جديد؟ شكلك مو سامعني. شو صار بصفقة سنجانيا؟ أنا عم أحكي معك ديب، رح تجاوبني ولا رح تضل عم تلعب؟ أنت مو المالك الوحيد لهالشركة، أنا كمان شريك معك وبحق لي أعرف شو صار بالصفقة، لأنه هي صفقة مهمة كتير. ماشي، لا ترد إذا ما بدك، كفي لعب. رح خبر سنجانيا إنه حالتك العقلية كتير سيئة هالفترة بسبب مشاكلك الكتيرة، لهيك أنا رح أستلم الصفقة بدالك أنت يا ديب. أنت كيف تسترجي تتدخل بشغلي وتقلي شو لازم أعمل فيه؟ رات هذا الشغل إلي وحدي، وأنا يلي بنيته بتعبي وعرق جبيني. ما قدرت تنجح بشغلك وتكون شرطي منيح، بقى جاي تستلم شركتي؟ تروك لاميس. شو عم تعملوا انتو الاثنين؟ اذا بتريدوا بعضوا عن بعض قولي له. قلو تارا، هو نسي وين حدوده، لهيك بدي ورجيه وين قيمته. ما تخليني ورجيك قيمتك، لانه رح شوهك وبوعدك ما رح تقدر تورجي وشك الحلو لحدا لحتى تموت. وقفوا مكانكم بدون صوت وبدون حركة، عم تفهموا؟ هلأ بتفتحوا أدانكم تسمعوني كتير منيح. من هاللحظة كل شي بقوله أنا هو اللي رح يصير. أنتوا الاثنين حطيتوا كل ثقتكم فيي من قبل، بس أنا استغليت هاي الثقة بشكل كبير، وهلأ الحقيقة صارت واضحة للكل، مو هيك؟ أنتوا الاثنين كتير مهمين بالنسبة إلي مشان كمل لعبتي، وأنتوا هلأ رح تعملوا مثل ما أنا بقلكم. ما بتخجلي على حالك تهددينا بالسلاح وأنت واقفة ببيتنا؟ كيف تسترجي تعملي هيك؟ خليني أقلك هي كيف بتسترجي. اللي صار هالمرة أخذت مصاري منا اتنيناتنا لدرجة إنها جنت وما عاد عالة يتحمل، وهلأ مفكرة حالة صاحبة البيت والقرار لإلها. لساتكن مفكريني عم بنزح مو هيك؟ حابين تعرفوا شو بقدر ساوي؟ بمكالمة واحدة ممكن انهيكن بكل بساطة وبرودة. بتصل؟ شو رح تساوي يعني؟ هي بدها تخوفنا بتهديداتها وكذبة مو أكتر من هيك. الظاهر بدها مصاري أكتر، لهيك عم تعمل كل هالشي. يلا أحكي مع مين ما بدك. يلا بلش الشغل. كان صار كل هالشي لو انتو سمعتوا مني. هلأ اجسامكن انشلت بعد هالإبرة، هي مسمومة كتير، وهلأ كل السم تبعها صار جوا بجسمكن وانتشر بكل الأوردة، وهذا الشي رح يخلي عضلاتكن ضعيفة، حتضلوا هيك مثل الميتين. خدوهن من وشي. صار الصبح وهي واقفة، وإلها من مبارح المساء على الرجل وحدة. هالبنت عن جد كتير قوية. خدوها وجهزوها، من اليوم رح نبلش تدريبك على فنون القتال. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.